نجم حسن يوسف عمرك ما شربت سجاره؟ خالص. أنا بقول إيه؟ اللي بيشرب سجاير ده بيروح للبياع يقول له اديني علبة سرطان، لأن ثبت إن التدخين بيصيب وفي يور برينر لو تفتكريه وانت بتاع عيله صغيره كده ده هو بيموت على سرير المرض عمل نصيحه للشعب الامريكي قال لهم ان هو بيتوفى بسبب التدخين فانصح الشباب انهم ما يدخنوش ففعلا يعني اللي بيروح يشتري علبه سجاير ده بيروح يقول للراجل اديني علبه تاثر عمره للاسف الشديد يعني انا في بعض من اولادي بيشرب قدرت اخليهم يبطلوا يعني لكن انا بشوف التدخين ده عاده سيئه جدا ولو دخلت مكان فيه حد مدخن بخرج من المكان ومعروف عني في اي مكان فيه تصوير ما حدش دخن في جوه الاستوديو الشباب الجديد والنجوم الجديدة طريقتهم غير زمان طبعا لو تقول لهم روشتة عشان يكون نجم مظبوط أو تقوله نصيحة تقوله إيه ما تاخدش الشهرة وإنك بقيت نجم عشان خاطر تبقى تعرف بنات وستات وتبقى تسهر لكلهم في حتة سمعة مهمة جدا 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 الفنان تلازمه سمعته يا يعني يقولوا عليه ده راجل كذا او ده راجل ابن حلال ومحترم واحترم بيته واحترم مراته عمر الشريف كان بيقول عنك مكشوف عنك الحجاب ليه الله الله يرحمك يا عمر الله يرحمه واحنا بنعمل في بيتنا رجل كان بيأدي الدور بطريقه غريبه جدا احنا بنقعد بقى فتره البريك يعني كان يحب الطاوله وانا برضه نلعب طاوله والحاجات كده وكانت زبيده الله يرحمه برضه تقعد تلعب معاه طاوله وكده فأنا عجبني أداؤه قوي. قلت له يا عمر أنا عايز أقول لك حاجة مش مجاملة. أنت بتمثل الدور بطريقة غريبة جدا علينا. يعني أنا سبقتك في التمثيل في المسرح والمسرح القومي. أنت بتمثل بطريقة غريبة علينا. أنت بتعمل أداء كأنك ممثل أمريكي. كأنك ممثل أجنبي. يا بس ربنا يكتب لنا النجاح وننجح ونحب بلد قوي عمر. ما فيش أسبوعين ثلاثة بعت له ديفيد لين عشان يعمل له تيست في الأردن. وجاء مدير الأعمال الفيلم بتاع لورنس اوف أريبيا مين كان أقرب لك؟ أحمد رمزي ولا رشدي أباظة؟ لا أحمد رمزي أكتر لأنه قريب سني أكتر مني. حجمنا زي بعض تقريبا يعني بس هو بقى عضلاته وبتاع وحاجات كده لكن هو كان أقرب من رشدي. رشدي شوية طائق <applause> في نفس المنطقه كنت بتمثل حضرتك واحمد رمزي عمركم ما نفسنتوا من بعض او غيرتوا من بعض خالص آه.